واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه غتسمحوا لي الفيديو ديال اليوم ما غيكونش فيه الضحك كالمعتاد، ولكن فيه شي حاجه اللي اهم من الضحك وبغيت نقتسم معكم حيت عندي الثقه في الذكاء ديالكم. الفيديو ديال اليوم هو نداء ديال المحبه والاصلاح والاخوه، باش لعل وعسى نديروا واحد شويه ديال التوازن في المنطقه ديالنا بالاصوات الداعيه للحقد والفتنه والبغضاء، وبالاصوات الداعيه للمحبه والسلام وانقاذ ما يمكن انقاذه. نشوفوا هذا الفيديو ومن بعد نتناقشوا. يا خو يا خو يا خو يا خو، ما زال باب الحكمه ما تسد. يا خو يا خو، ما زال الامل في امه سيدنا محمد ما انفد. يا خو يا خو، ما زال نتصالحوا مع البارح ومن اليوم نبني، واليوم نبني والغد. يا خو يا خو، قلبي وقلبك قلب مؤمن، وقلب المؤمن خطيه لحقد. يا خو يا خو، الغريب تقعد بينا بيعنا القرض، حلوا الشامبانيا في باري وشعلوا نار قالوا ما تخمد. يا خو يا خو، نساو الله أكبر تكفي، نتصافوا صف واحد مالو حد، الكتف على الكتف نولي وجبل ما يتهد. يا خو يا خو، نساو أصلك خويا، انت ليا في الشغيث وانا ليك مضل، وفي الصيف تلقى عليا ونلقى عليك حر الصهد. يا خو يا خو، ما زال باب الحكمة ما تسد. يا خو يا خو، ما زال الأمل في أمة سيدنا محمد ما انفد. الكلمات ديال هذا الفيديو تنوضعها راه الاشاره ديالكم، ديروا بها اللي بغيتو بالطريقه اللي بغيتو. ممكن تصور راسك تقول الكلمات غير بوحدك، ممكن تقول انت السطر والصديق ديالك يقول مثلا سطر اخر، تصرفوا فيها كما بغيتو. هذا تشالنج لجميع الممثلين والفنانين والناس العاديين، سواء في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في جميع البلدان. المهم هو انه مزيان تضم الصوت ديالك للصوت ديالي، باش نكونوا في الكفه ديال دعاة السلم، المحبه، الحكمه، وما نكونوش من دعاة الحقد والتباغض والغباء. شكرا لكم جميعا، والله عليم بذات الصدور.